يحقق ثاني انتصار له في الموسم ويهزم عنابة بهدفين مقابل هدف واحد وبحضور زميل ميلوت واجي. مقابلة وحدة تلمسان بضيفه اتحاد عنابة كان مستواها متوسطا بسبب غيابات العناصر الأساسية في التشكيلتين، سلاطني دلالو وكردوسي في صفوف الزوار، ودحلب بتاب جلطي وهبري من جانب المحليين. الوداد التلمساني المطالب بتحقيق انتصار بميدانه لوقع حد لسلسلة الهزائم فتح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة المدافع الأيمن خريص، ولم يتمكن من التقاط الهدف نظرا لرداءة شريط الكاسيت. ثم يضيف فارس العوني في بداية الشوط الثاني إصابة ثانية لصالح فريقه بضربة رأسية جميلة لتصبح النتيجة هدفين بدون مقابل لصالح أشبال عمراني وبن يلس في الدقيقة 48. في هذه المرحلة الفرص كانت متكافئة، غير أن الفعالية كانت غائبة في الخط الأمامي بالنسبة للفريقين، حيث أهدر عليم فالنداس وصلحات من جهة وفارس والهاشمي وحمدي من جهة أخرى الكثير من الفرص قابلة للتهديف. ورغم ذلك القائد العنابي علم يقلص الفارق في الدقيقة 71 بضربة قوية من داخل منطقة العمليات لم يتمكن مزاير من التصدي لها. في الوقت بدل الضائع بوحصيدا رقم 4 كاد أن يعدل النتيجة بعدما وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس التلمساني مزاير ويضيع فرصة ثمينة لعنابة. وتنتهي المقابلة التي تابعها جمهور قليل والتي كان تحكمها لسيد يوبي جيدا بفوز الوداد بنتيجة هدفين لهدف، النتيجة التي أرضت المدير الفني للوداد سيد بن يلس وأغضبت مدرب عنابة سيد خالفة الذي امتنع عن أي تصريح للصحافة الوطنية. وشكروا كثير اللاعبين على هذا الفوز على خاطر تعبوا كثير، والديبلاسمون اللي وسيناه يعني في باتنا كان صعب جدا، والمباراة تاع اليوم كنا خاصنا نفوزوا عليها باش نفذوا الاحتياطات تاعنا باش اللاعبين يكونوا عندهم بون مورال والانصار اوسي.